السلام عليكم متابعينا الأعزاء في كل مكان، أهلا بكم في البداية. لو أنت جديد في القناة يا ريت تشترك في القناة وتفعل زر التنبيهات عشان يوصلك إشعار بكل جديد، واثنين اعمل لايك وشير للفيديو ده. منتخب مصر ده اللي هو يخطف هدف قدام غينيا في مباراة أشبه بالميتم، مفيش لا كورة ولا في بساط ولا في أي حاجة تدل إن دي مباراة. قبل المباراة شفنا أخيرا تكريم من اتحاد الكرة لمحمد صلاح اللي وزير الشباب والرياضة طلع قال لك المفروض كنا نعمل الاستقبال لصلاح في المطار، واحنا بلغنا اتحاد الكرة المصري بالكلام ده، ولكن الاتحاد ما بلغناش بأي حاجة. وفجأة قال لنا محمد صلاح دخل عن باب المطار ورايح على الفندق، فمحدش بلغنا بحاجة، فقال لك بس هنعمل له تكريم في الملعب إن شاء الله. وقفوا لنا صفين من الناس وقال لك بس نجيب جايزة وعلى صورة محمد صلاح كده صغيرة وإهداء من الاتحاد المصري لكرة القدم. نيجي نبص نلاقي إن الجايزة دي هي أصلا جايزة برنامج العباقرة اللي بيجي على قناة القاهرة والناس، هم بس يعني شالوا اسم العباقرة وقاموا حاطين صورة محمد صلاح وكاتبين تحتها الـ EFA الاتحاد المصري لكرة القدم، وخلصت على الموالدة. بصراحة يعني وصل بينا الفقر في الابتكار وفي تكريم نجم زي محمد صلاح بكل اللي هو بيعمله والإنجازات اللي بيعملها مع ليفربول، اللي احنا ما بنفكرلوش حتى في شكل جايزة معينة أو شكل جايزة قيمة نديها له، لا احنا رحنا ناس يعني في اتحاد الكرة قلت لك كفاية اللي احنا هنكرمه، فراح جابت البتاع الجايزة بتاعت البرنامج وحط عليها صورته وخد يا صلاح مبروك عليك على اللي انت بتعمله ده، مع انه ما تخافش هنصرف لك ان شاء الله الفلوس اللي كانت باقيه لك من وصولنا لنهائي افريقيا في السنغال. بس ده بالنسبة لقبل المباراة. المباراة بدأت نستنى اي حاجة، مستحوذين طول المباراة لكن استحواذ سلبي، مفيش باصتين ثلاثة على صح بيتعملوا على بعض، صلاح معزول، اللعيبة بتاعت غينيا قافلة عليه كويس، بنشوف ان هو ساعات بيحاول يمسك الكرة يدي باصات بينية يدي كرات طولية اغلبها ما بيوصلش، وصل واحدة في الشوط الاول لعمر مرموش فجأة حطها في السماء ما كانش فيه تركيز منه فيها، غير كده ما شفناش اي حاجة خطر طول المباراة. ضربة حرة مباشرة برضو كانت المتابعة بتاعتها سيئة فما كملتش، حتى الجون اللي احنا جبناه جون خبطت في رجل المدافع وعكس داخل الجون. فبصراحة يعني اداء المنتخب يعني الحاجة الحسنة الوحيدة في ماتش النهاردة ان اللي احنا وفرنا فلوس كيروش، بدل ما كنا بندفع بالدولار وفي ازمه دولار في الفتره الحاليه وفرنا الدولار ده وبقينا بندفع بالمصري لإيهاب جلال. طبعا مش هنسن السكاكين على إيهاب جلال من الوقت، يعني زي ما الناس كانت بتقول لك ندي فرصه للمدربين الفنيين الاجنبيين الاجانب ان هم ياخدوا وقت مع المنتخب وبعد كده نقدر نحكم عليهم، فبالتالي مش هنيجي على الراجل ده يعني ونقطع فيه من دلوقتي، لا هنديله وقته برضه مع المنتخب قدامه تصفيات امم افريقيا مع منتخب يعمل فيه اللي هو عايزه، اول مباراة ليه واول تجمع لمنتخب مصر، فطبيعي بنسبة كبيرة انت ما تشوفش منه حاجة كبيرة، ولكن هنستنى نشوف منه في المباريات الجاية ان شاء الله هيقدر يتعامل ازاي مع التشكيلة واللاعبين، وهل هيفرض اسلوبه وهنشوف فيه اسلوبه طريقة لمنتخب مصر في الماتشات الجاية ولا لا. لحد الان النهاردة كانت التشكيلة هي اللي كانت مع كيروش، بس الفترة الجاية هل هيبقى فيه تغييرات ولا لا، بالذات بعد ما هو كان لامم لعيبة مصر كلها تقريبا معاه في شنطة المنتخب وهو رايح، كل ده المفروض انه يظهر لسه في الماتشات الجايه، فمش عايزين ان احنا نتسرع في الحكم عليه، واهم حاجه ان احنا كسبنا في مباراه النهارده ومبروك علينا. في النهايه ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه. سلام.